ده شغل 3 فرخات بأمر الله. 3 فرخات هنعمل منهم حام كداب، 6 وراك وهنعمل منهم بانيه وستريبس وكبد وقوانص وأجنحة، بقية الايه العفشة بتاعت الأجنحة. نبدأ مع بعض بأمر الله. 3 فرخات هنوزنهم، 7 كيلو في 81 عاملين 570. احسب برضو على حسبتك انت وعلى السعر عندك انت وظبط دنيتك على السعر اللي عندك. هنبدأ نعمل حام الكدابة، هنشد الجلد على الوراك عشان خاطر الورك يطلع مش مهري والجلد يطلع مظبوط، عشان لما تيجي تحشي الحام الكداب ما يتخرمش منك ويبقى سليم ومية مية كده. الورك اهو طلع اهو. وفي الاخر هنحسب الوراك الحام الكداب عاملين كام، 6 وراك، والبانيه عامل كام، ونشوف بأمر الله هتظبط معانا ولا تطلع الشغل انا جاي بخسارة. بس الحمد لله مفيش حاجة معانا بتيجي بخسارة بإذن الله. هنا الوراك الحام الكداب بنطلعه، دي تاني فرخة. أول فيديو وريتك الطريقة بالراحة، هنا بنسرع الفيديو شوية اهو، بتشد الجلد على الوراك عشان خاطر الورك يبقى ايه سليم وتعرف تحشي الوراك. هنا هنعمل ورك حام كداب والباقي برضو هنسرعه. أول ورك هوريك الطريقة، وبقية الوراك هنسرع الفيديو شوية عشان احنا لو مسرناش الفيديو ممكن يوصل لنص ساعة. هنا اهو بنطلع العضماية وبننزل اللحم عند الدبوس، وهنبدأ نشيل العضماية دي بإذن الله. دي بقى الطريقة التانية، هي تطلع هتعين القرقوشة عشان خاطر العضماية اللي جوه تظهر، فهتطلعها سهلة جدا، تضغط عليها جامد زي كده وتخبط عليها بظهر السكينة أو بمستحد زي كده، والورك اتعمل والحمد لله، والجلد مشدود اهوك مش مخرم ولا في أي حاجة. هنبدأ نعمل بقى الـ5 تواك اللي فاضلين سريع شوية. طبعا الـ6 وراك هنحسبهم برضو بأسعار اللي انت هتشتروا، لو انت هتشتروهم بس كده هيعملوا كام، عشان نحسبهم مع البانيه ونشوف هيجيب ايه همه ولا مش هيجيب همه، يعني هيجازي العملية ولا مش هيجازي. ده طبعا شغل وجبات، يعني انت برضو الايه هتبقى شايل وراك حام كداب، وهتبقى شايل بانيه، ولا تبقى شايل اجنحة، وهتبقى شايل استريبس، ده كله هتبقى شايله، هتطلع منهم على قد الوجبة اللي هتعملها، أو ممكن تعمل وجبتين في وقت واحد، يعني وركن حام كداب مع نص بانيه يبقى انت عملت اكلتين. هنا الوراك اهو 6 وراك حمام كداب بأمر الله. هنطلع البانيه بعد كده بقى نوزن الموازين بتاعتنا. برضو البانيه الصدر اهو، اول صدر على البطيء، بعد كده نسرع الصدرين التانيين بإذن الله عشان اللي ما اتعلمش برضو يتعلم ويبقى فاهم الشغل اللي بيطلع ازاي. كده طلعنا اول صدر بانيه اهو، وادي الهيكل كامل على بعضيه. هنطلع الـ2 التانيين سريع برضو بأمر العنوان ترسل منيب في توصيل طلبات محطة مترو منيب مجاني، او ميدان الجيزة 30 جنيه، او الطلبية من فوق 20 جنيه 30 على حسب المواصلات. لأي طلب أو استفسار هتلاقي الأرقام موجودة على الصفحة بأمر الله أو على القناة. هنا الصدور طلعت أهي، صدور البني، وهنطلع الستريبس بتاعها، وبعد كده نطلع ونعمله شرايح الباقي. هذا الستريبس بتاع اللي هو الموز اللي على الوش، وهنعمل بنيه شرايح بأمر الله. يبقى العنوان ترسل منيب في توصيل طلبات محطة مترو المنيب أو موقف المنيب من بره مجاني، أو ميدان الجيزة 30 جنيه، الطلبية
من فوق عند طلبية هرم 30 جنيه برضو بأمر الله، أو 25 على حسب المواصلات. لأي طلب 0100 95 022 03، لأي طلب أو استفسار. مش شرط تشتري، لو أنت عايز تسأل على حاجة معينة عشان هتشتريها أو هتعملها بأمر الله، نحاول نفيدك باللي أنت عايزه. طبعا احنا بنشيل عبل اللي في الدهون ديك عشان خاطر بتلم الرواسب من قلب الزيت. العبل اللي بيبقى في الجناب ده بيبقى دهون، ده بيلم الرواسب وبيسود الشريحة هي في قلب الزيت. ده الصدر الأخير أهو، نطلع الستريبس والباقي نعمله شرايح بانيه. آخر قطعة معانا بأمر الله. في الآخر خالص نوزن الحام كدابة، نوزن البنيه. وهنجمع الحسبة بتاعتنا ونشوف وفرت معانا قد ايه. ده البنيه هو والاستريبس، 3 أطباق بنيه شرايح وطبق استريبس. هنا الأجنحة، بنطلع الأجنحة اللي هي الشواية. تاني والتالت بأمر الله. طبعا الجناح اهو، جناحة شواية بأمر الله. وهنا شوية الحاجات بتاعت المحشي والشوربة بدل مرقة الدجاج. هنا البانيه 2 كيلو الا ربع، عامل 340 جنيه في 195. برضه ضربها انت بالسعر اللي عندك واحسب على اسعارك انت. هنا الوراك الحام الكذاب عاملين 210 في 145، برضه من 210. هنا الجناحة 60 جنيه جناحة، الجناحة الشواية كيلو ولا 100 جرام. هنا الكبد وقوانص عاملين 31، عاملين 30 جنيه. وهنا شوية العفشة بإذن الله بتوع المحشي عاملين حوالي تقريبا 10 جنيه. احسب بقى كلهم على بعضيهم، والفراخ عاملة 570 تقريبا، هتلاقي الموضوع موفر معاك حوالي 75 85 جنيه تقريبا. يعني الموضوع موفر معاك، ومعاك كميات وجبات وفراخ انت اللي عاملها وشاريها.